من أسئلة المغ جديد وحلقة جديدة. واليوم يا حبايبي راح يكون عندنا محاكي القناص، يعني راح يكون إن شاء الله عندي سلاح وراح أحاول نقنص بعض الناس. مثلا عندنا الشخص هذا اللي قدامنا الحين، نقدر ان احنا نزوم بالطريقه هذه، يعني اقدر ازوم الحين واقدر اجي لهذا الحبيب ازوم عليه واعطيه له وحده. اديله يا حبيبي طلقه اسطوريه، بوم يا ساتر، خلصنا عليه طلقه واحده انتهى موضوعه. هذه فكره اللعبه، فكره اللعبه انك راح تكون قناص وراح يجونك اهداف لازم تحاول انك تخلص عليهم. نيكست، عندنا ميشن حاليا، الشخص المطلوب اتوقع الشخص هذا اذا ما خاب ظني، راح نقول نهدي شوي ونعطيه وحده. اديله يا حبيبي هذه الطلقه الاسطوريه، بوم ليتس جو. اذا خلصنا عليه، اوكي وصلنا حاليا ليفل 2. شوي شوي بنقدر نحن نلفل، بنقدر نحن نجمع لنا فلوس داخل اللعبه، بنقدر نحن نطور من امورنا ونوصل لمكان او اماكن ابعد. نيكست، هتقول الهدف يتحرك. إذا الهدف يتحرك، أنا مشكلة عندي زر واحد أقدر أستخدمه، فما أعرف لو في مثلاً طريقة أن أستخدم زرين. أتوقع أن أبي لي أركب لي زر بس إضافي، عشان زر أطلاق وزر حق التصويب يعني أتوقع. فالحين أنا ممكن أشتري سلاح ثاني، فاشترينا السلاح هذا الحين راح نبتدي نحن نستخدمه في الوقت الحالي. أقدر أجي هني، أقدر أجي لهذه المنطقة وأدخل الحين للمشن اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أوكي انجي هني. ثواني، اللي راح اسوي الحين راح اضيف لزر بس داخل اللعبه. ثواني، اوكي يا جماعه، طلع من اساس اصلا كنترول اللعبه مضبوط، انا محتاج بس ان انا ازوم اوكي واعطي وهذا طلقه هيد شوتيه اتوقع انها ما تضيع. بوم، سلام عليكم، انهينا. يا سلام، والله لعبه حلوه، لعبه حلوه، الساوند تراك حقها حلو، كل شيء فيها حاليا عاجبني. وروح المشن اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعتقد لعبت يا هذا الجزء يا جزء ثاني من اللعبه، كان جدا رهيب. بعد عندنا هدف، هذا الشخص حاليا اللي موجود عندنا في الصوره مطلوب، لازم هو الشخص اللي انا اخلص عليه. دقايق، هل هذا هو؟ لا، وين ممكن نحصل الشخص المطلوب هذا؟ لا مستحيل هذا. احنا عندنا منطقة هني بعد. هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو، هذا هو. في انسان جالس يمشي جنبه، الحمد لله في انسان جالس يمشي جنبه، واتوقع ان هذا كان ممكن يسبب لي مشكلة، وكان ممكن يسبب لي غلط كبير راح اسويه لو الطلقة صارت الشخص ذاك. الحمد لله ان الطلقة ما صارته. اوكي، خلينا نروح الحين للي بعده، اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده يا ابوي، عطني اللي بعده، خلينا نشوف مع بعض ايش راح نسوي. ما في هدف محدد، في عندنا مجموعة من الاشخاص. هذا واحد هيد شوت، ودع، سوي ريلود سريع. اوكي، هذا ودع، هم هيد شوت، باقي اخر واحد، اخر واحد قدامنا. اديله يا حبيبي، يلا. اوه، كانها بتضيع، كان الطلقه كانت ناويه انها تنحرف، وكان واضح ان الطلقه ناويه انها تروح جهه ثانيه، لكن التركيز الحمد لله ضبطني. هني اقدر اشتري طبعا بفلوس حقيقيه لو حبيت، اقدر اضبط اموري، اقدر اسوي اشياء جدا كثيره. اذا حبيتوا اللعبه وعجبتكم ممكن اني يعني اشتري داخل اللعبه عشان نقدر ناخذ اسلحه اقوى وتشوفون اشياء قويه. اوكي، اوه هذا اللي ما حسبنا حسابه، هذا اللي ما حسبنا حسابه. دقيقه، المفروض ان الطلقه صحيحه، شوف بوم، انقذنا البنت من هذا الشخص اللي كان ما اوكي قاعدين يسوون اعلان لنفس اللعبه. لا اوكي، شوي لعبه ثانيه، والله كنت راح استغرب يعني داخل لعبه يسوي اعلان لنفس اللعبه، يعني ما يضبط صراحه. نفتح كل شيء عشان نروح للمشن اللي بعده، بسم الله الرحمن الرحيم. شنو المشن اللي جاي؟ يلا يا رب يكون مشن حلو وممتع مثل باقي المهمات اللي لعبناهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع فيه الشخص اللي راح يكون معاه
دقيقة. الشخص اللي راح ياخذ هذا الشيء هو اللي راح نخلص عليه. فخلونا نركز مع المهمة والراقب زين. خلنا نشوف ايش راح يصير. هذا شكل اي هذا. 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 مع ان المفروض اني ما استعجل للدرجة هذه. بس انا قلت استغل الموضوع قبل لا يحرك ويروح ويجي. لا 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 لا. خلص الموضوع. لفلنا حاليا لليفل 5 و4 4 4. اوكي. كنسل. ما نحتاج ولا شيء من هذا. ما نحتاج. ليف. نكست. روح المهمة اللي بعدها. مهمتنا هي خلصناها. انا حاليا ليفل 4. المفروض ان يمديني اسوي لنفسي بروفايل. المفروض ان يمديني اغير اسمي. يمديني اسوي اشياء جدا كثيرة. بس مخليهم حق وقت جاي. الحين وقت اللعب. نبي نلعب. نبي نستمتع خلال الحلقة هذه. اذا شفتكم مثلا مستمتعين راح اسوي حلقة اخرى اكيد. راح اغير اسمي. راح اسوي اشياء ان شاء الله اسطورية. لازم اخلص على هذيلة. هذيلة الشرطة حاليا محتمين ورا واحنا راح ننقذهم. اوكي. اللي بعده. ريلود. باقي اثنين بس. سوي ريلود. عجل. اوكي. سوي ريلود سريع. ونروح للي بعده بعد هني. خذ لك يا حبيبي اديله طلقة رهيبة جدا. يلا. بوم. خلصنا عليه يا جماعة. وهيد شوت اسطوري. اوكي. هالحين نشوف المهمة اللي بعدها. نحتاج نطور شيء. اعتقد ما احتاج نطور شيء. نحتاج نحن ندخل مهمتنا. يلا دخلني خلنا نستمتع. بسم الله الرحمن الرحيم. شنو المهمة اللي بعد؟ اوه المرة بنستعمل سلاح ثاني. رشاش. نستعمل رشاش ضد من؟ مجموعة من السجناء هاربين. دقيقة. اوكي. اوكي. ما في احد؟ يا حب بعد؟ بعد الزوم شوي. رصاص! ريلود! الجماعة هربوا! يعني خلص على كم واحد منهم؟ أعتقد إني ضيعت طلقات كثيرة وفي كثير منهم هربوا. بوم. لا في مجموعة صراحة الأمانة في مجموعة طيبة ضاعوا منهم لأن موضوع الزوم شوي كان متعب إن أنا أبعد وأقرب أقرب وأبعد وأنا محتاج إن أنا أشيل مال اللف عشان أقدر إن أزوم فكان شوي التحكم صعب معي فقدروا يهربوا. ما علينا خلنا نشوف. أنا أتوقع ترى 5 6 7 بس يعني مو تقريبا 20 ماي 30 عرض جدا كبير. نروح المهمة اللي بعدها. المهمات اللي احنا متعودين عليها نفس الموضوع. لا هذيلا ما لهم دخل. هذا اوكي. ما مات ترى طلقة اللي جتة ما موتت يمكن لأن احنا واجد بعيد عنه بس في النهاية خلصنا عليه وانهيناه يا جماعة. هذا راح يكون هو آخر مشن عندنا في الحلقة بإذن الله. مشن حلو. يلا بسم الله خلنا نشوف وش راح يكون مشننا الأخير. نوافق على المهمة. الشخص اللي ماسك جوال هو راح يكون الهدف. راح يتصلون للهدف. هذا صح. دقايق. هذا ما صار شيء. اوكي بسرعة. حاب انه يهرب الظاهر. يلا بوم. المشكلة انه هيد شوت يعني كيف حي ما اعرف. المهم هذا المقطع بشكل كامل.
اذا حبيت اللعبه راح نحط فيها فلوس نقوي اسلحتنا نكون اقوى نجرب اقوى الاسلحه اللي موجودين فيها ونستمتع فيها. نشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى. مع السلامه. اللايك امره مهم طقه ولا تهتم انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم يسيطر على امم. هذا جيشنا يا عم والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله. تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.